أيها الجنرال، هذه المرة قدمت إلى الحدود، هل لديك مهمة استكشافية هنا؟ ولم تسألين؟ كلكم ترتدون ملابس مدنية، والجنود ليسوا بالعدد الكبير. هل المهمة التي ستقومون بها خطيرة جدا؟ ولماذا؟ سيكون هناك بعض الأحداث المهمة، خصوصا بسبب وجود الملك داي. أنت ذكية، وهل هذا فيه عيب؟ أخبرني. ماذا؟ فضولك شديد، وأنا أعزو ذلك لسببين اثنين. ما هما؟ الأول أنك جاسوسة، والثاني أنك واحدة منا، لهذا أنت مهتمة بخط سير الرحلة. وهل تظن أنني الأولى أم الثانية؟ لا أعلم تماما. لو أخبرتك أنني الأولى، ماذا ستفعل؟ سأقتلك، وبالطبع لن أعيش بعدها. لماذا؟ واجبك جنرال أن أقتلك، ولماذا لن أعيش؟ فلا أدري لماذا. حسنا، من أنت؟ الأولى أم أنت الثانية؟ عليك أن تحذر. يفانغ، هل تعرفين لما نحن هنا؟ لابتياع الجياد، لأن الجياد مهمة جدا إن كنا مقبلين على حرب. أنت ذكية جدا، فقد حذرت. هل تعرفين الفائدة من الحظائر؟ لم أعرف. ترويض الخيول ليس سهلا، إن هاجت نستعمل الحظائر. أي لهذا؟ ضيوفي الأعزاء، أهلا بكم. خيولكم جاهزة إذا كانت هي الخيول التي تريدون. ألن تعدها؟ إنها ليست المرة الأولى، أصدقك أصدقك. ضيوفي الأعزاء، لدي طلب. ما هو؟ كنت مكرما بفتاة من السهول الوسطى، وأنا فتي وأريد الزواج من هذه المرأة. نعم، وسأرجع لكم نقودكم. حسنا. مستحيل. لماذا؟ نحن نقوم ببيع الخيول لكم مخاطرين بأرواحنا، لماذا ترفضون مثل هذا الطلب الصغير؟ حسنا، لا خيول عندي. سوف نأخذها، فقد استلمت ثمنها. جنود، احضروها هيا. نعم، لا يمكنك يا صديقي، اما المرأة او الخيول. فرصة جيدة، المغول يراقبون نساءهم، واذا بقيت سنوكايت هنا لن تبعث بالرسائل للإمبراطورة. سنوكايت، أريد منحك لهذا المغولي، توافقين؟ جلالتك، أنا أسأل سنوكايت. أمرك سيدي.
سيد ياكو، سنو كايت هي خادمتي وأود أن أقدمها لك، لكن أريد أن أحدثها. أرجوك تفضلي. سنو كايت اتبعيني. والآن ماذا ستفعلين؟ لا تقلقي، سأكون بخير سيدتي. ليس أمامي خيار، وإلا سينكشف أمري. أحسنت، الإهمال يؤدي للإخفاق، الوضع العام أهم. وهذا رأيي أيضا، ليس صعبا أن أهرب من المغول. ماذا سأفعل في المستقبل؟ لا يمكنني العودة. الأفضل أن تعودي للإمبراطورة لفشي وتخبريها بكل شيء، يجب أن تصلها المعلومات هذه. وماذا عنك؟ سأستمر بكوني الجميلة وسأبعث الرسائل للإمبراطورة لفشي. لا تقلقي، سأكون بخير، فالملك يحبني. لا أريد الابتعاد عنك. وأنا لا أقدر على فراقك، لكن الأوقات الجميلة لها نهاية. لنشرب هذا الماء لوداعك. وداعا. وداعا. آسفة سنو كايت، يجب أن أضحي بك لأنقذ ملك داي. ألا تريد أن تسألني إذا كنت الأولى أم الثانية؟ أستطيع إخبارك الآن، أنا الثانية، لأنني وقعت في الحب واسمه هو. زاو يافو. جيد، أنت عملي، ستصلك الخيول خلال 10 أيام. حسنا، سننتظر الأخبار الطيبة. لنذهب. سيدتي، لماذا فعلت هذا؟ لماذا اخترت ملك داهي؟ وكيف عرفت أنني لن أقف إلى جانبك؟ ماذا هناك؟ جلالة الملك، لا نعرف لماذا استدار يافو ورجع وحده. كان يافو منطقيا منذ كان صغيرا، ونادرا ما ثار بهذا الشكل. يبدو أنه لا يوجد بطل يتجاوز الجميلات. كيف ستتعامل مع هذا الأمر؟ فريق الخيول انطلق فعلا، حتى لو كانت صفارته مميزة لا يمكنها العمل من هذه المسافة. دعينا نترك يافو
على الرجل أن يتصرف بجنون ولو مر في حياته. حسنا، اتركوه وحده ولنتابع. يافو، لو أعاد سنوك هايت سيذهب كل ما قمت به هباء. نساء السهول الوسطى جميلات، أنا كم أنا محظوظ. ألا تريدين العيش معي؟ نعم سيد ياكو، لكني لست معتادة على الأمر. هل تكلمنا قليلا أولا؟ أكيد، أنت من السهول الوسطى، نحن لنا عاداتنا. ماذا تريدين أن تقولي لي؟ سيدي، أنت فعلا رائع. هذه الخيول في الخارج، عندما صفرت تبعتك كل الخيول، لما هذا؟ أمر بسيط، نستخدم صفارة عندما نراود الخيول. ما دمنا نصفر بها فإن الحصان يلحق بنا. انظري هي هذه الصافرة، أيمكنك إعطائي إياها؟ بالطبع، أنا أصبحت لك، كل شيء هنا أصبح لك، سأعطيك كل ما تريدين. تعالي اقتربي. انتظر، ماذا هناك؟ عاداتنا سيدي تقول بأنه علينا أن نحدد موعدا، واليوم ما زال مبكرا، ويبدو أن ذلك الموعد ليس اليوم. علينا أن نخرج للخارج ونحدد موعدا أولا. أنت مجنونة، أقترب منك ذراعا، تبتعدين ميلا، لا تحاولي اختلاق الأعذار، أنت تكرهينني. دعيني أخبرك شيئا، عندما تدخلين هنا تصبحين ملكي، لا خيارات. تريدين أن تلعبي معي؟ لا، مستحيل مطلقا. سيدي، الرجل الذي ابتاع الخيول بالنهار قد اقتحم المكان، نحن لا نقدر عليه. اتركها. تمزح، انها لي الان. كيف تطلب ذلك؟ يا رجال اقتلوه. لنخرج. خادمك زهاو يافو يطلب منك العفو. زهاو يافو، هل تعرف أنك ارتكبت جريمة؟ لو تعاملنا معها بقوانين الجيش سأدق عنقك. جلالتك، كل شيء بسببي أنا، أرجوك عاقبني أنا. كقائد أعلى أطلب منك أن تعاقبني أنا، يجب أن أحاسب على ما فعلت. بل أنا عاقبني أنا. عاقبني أنا. ملك داي لن يعاقب أي منكما. ييفانغ تعرفني جيدا، السيدة الجيدة للرجل الجيد. إذا أتى الحب، كلما أراد الإنسان أن يتحكم به فشل في ذلك. أنا أعرف هذا، لذا قررت عقابكما بتزويجكما. موافقان؟ أنا؟
أنا لا أوافق. ولم لا؟ سيدي أنا مجرد خادمة، وأعرف أنني لا أصلح للجنرال. أنا أريد مرافقة الآنسة ييفانغ لأعتني بها، وسأكون راضية بهذا. إذا كانتنا واقعان في الحب فلا يهم أي شيء آخر، سيكون الأمر كما قلت، ستتزوجين. سيدي عليك أن تقتلني إذن. أنت أرجوك مولاي لا تغصبها، سأذهب وألقي نظرة على الخيول. ارتاح الآن، فأنت متعبة. لم لا تتزوجين؟ إنها فرصة ممتازة. لا أريده أن يتورط ويموت معي، هذا هو قدري وأنا راضية به، ولكن لم أتوقع ذلك. أنستي، قررت أن تلحقي الملك داي، لماذا لم تخبريني وتدعيني أتبع اختيارك؟ لم أكن متأكدة أنك ستقفين معي، لم أكن لأجازف. الملك أمامه خياران، الموت أو الحياة، ويجب أن أحمي زوجي. وماذا ستفعلين بشأني؟ لا أعرف حقا، لم أتخيل أن يتغير الزمن هكذا. لو أنك ما زلت تلك الطفلة التي كانت في الرواق. كنت تعرفينني وقتها؟ حينها كنت سيدة القصر المتواضع آشو، السيدة البشعة. يمكنك أيضا أن تسلمي أن آشو ستمنحك ما تريدين. آشو، تلك أنت. لا عجب، تبدين مألوفة بالنسبة لي. ألا تصدقينني بعد؟ سأثبت لك. صفرة ياكوب، أرأيتي؟ ما دمت أصفر بهذه الصافرة سيكون ذلك بلا فائدة، حتى لو وصلت الخيول لداي. هل تصدقينني الآن؟ آسفة، كان يجب أن أثق بك، ما كان يجب أن تشوب الأنانية قلبي. أتدركين كم أخاف أن أفقده؟ أخاف أن أفقده. أرجوك لا تقلقي، لن أدعك تخسرينه، كوني متأكدة. والإمبراطورة ليفشي؟ سأخبر الإمبراطورة أن ملك داي وأمه هادئان. يمكننا التعلم من الملكة كوينغ نينغ. أصدقك، لن أشك بك أبدا. سيدي، أنا آسفة، لم أقصد إيذائك، أنا فقط. لا تقل شيئا، أنا أخرق، لكن ما كان عليك أن ترفضيني أمام الجميع، على الأقل كان عليك أن تراعي كرامتي. لن تفهمني،
أنا لم أرفضك لأنني لا أحبك، بل لأنني لا أريد أن أجعلك محط سخرية. أكره أن يقولوا إن الجنرال فتنته امرأة مثلي أنا وقام بخرق القانون متجاهلا. جلالة ملك داي، لا أريد أن تدمر بسببي أنا. رفضت طلب الملك بسببي أنا؟ لا أبالي بهذه الأمور. وأنا أيضا سيدي لا أبالي، لن أضحي بسعادتي من أجل آراء الآخرين الذين ليس لهم علاقة. لن نضحي بسعادتنا لأجل الآخرين. إذا كنا نحب بعضنا، ماذا يهم إذا عشنا معا اليوم أو غدا؟ يوما ما سأعيش معك. أتمنى أن تعلن للجميع عن حبنا، ما رأيك بذلك؟ سأذهب. سأذهب لخدمة السيدة هي فانغ. هيا ابتهج الآن. توقف عن الشرب يا جنرال، تبدو وسيما عندما تبتسم سيدي، عليك أن تبتسم أكثر. ما بك؟ أتشعرين بتحسن؟ ما جلالتك، أنا بخير. لم أكن أعرف أنك ستعانين من الغثيان، وإلا لما سمحت للملك أن يسافر، لكن التفتيش على الحدود لا يمكن تأجيله. لحسن الحظ أنه قد عاد. اعتبارا من هذا المساء سأطلب من الملك أن يرافقك يوميا. ما الذي يضحكك؟ صاحبة الجلالة، الملك لم يذهب للتفتيش. ماذا قلت؟ سمعت من أحد الأشخاص أن جلالة الملك ذهب مصطحبا ييفانغ معه، ولم يذهب للتفتيش على الحدود كما تعتقدين، بل قام بنزهة في بلاد المغول. هل هذا أكيد؟ هذا أمر مؤكد. الغبي، كم هو غبي لوهينغ. لكن علينا ألا نلوم جلالته، فقد أراد تفقد الحدود حقا. علينا أن نلوم ييفانغ، فهي من ألهاه. تلك المرأة هي الهلاك بعينه. مولاتي، عليك معاقبتها، وإلا فإن الحريم سيكون تحت سيطرتها. ما هذا؟ أنا في قسم الحريم وكذلك الملكة. متى سيطرت على قسم الحريم؟ مولاتي، ييفانغ في الخارج تطلب مقابلتك. دعيها تنتظر على ركبتيها، وعندما أشعر أنني أصبحت أفضل سأطلب إدخالها. حاضر. أين كنا؟ ماذا كنا نقول؟ كنا نتحدث عن اسم حفيدك مولاتي. هذا هو، هذا هو، فلنكمل. ما بها جلالة الإمبراطورة؟ نحن ننتظر منذ وقت طويل، هذا مرهق. لا يهم، يجب أن نصبر. سيدتي، تبدين شاحبة، من الأفضل أن نعود. لا يمكن، الملكة لا تحبني، وإن خالفت أوامرها سأواجه وقتا أصعب في القصر. سيدتي، 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 أرجوك سيدتي، ما بك؟ سيدتي ييفانغ، سيدتي أرجوك ييفانغ.
مولاتي حضر جلالة الإمبراطور. ولماذا لم يعلن عن ذلك؟ جلالتك أغمي على الجميلة ييفانغ خارج القصر بينما كانت على ركبتيها، وقام الإمبراطور بأخذها. تتمرد؟ اهدئي مولاتي، كانت لمدة قصيرة على ركبتيها وأغمي عليها، إنها تدعي المرض. علي أن أختبر لوهينغ، من الأهم بالنسبة إليه، أنا أمه أم تلك المحظية؟ أيها الطبيب، ما مرضها؟ هل هو خطير؟ تهانيّ جلالة الملك، الجميلة ييفانغ حامل. متأكد؟ نعم متأكد. ييفانغ، هل سمعتي؟ سيأتي طفلنا، سيأتي طفلنا، هذا رائع. عندما أصبحت الملكة حامل لم أرك مسرورا هكذا، وظننتك لا تريد طفلا. كيف لا أريد الطفل؟ لكنني أريد طفلا منك أنت. انتبه مولاي، فلو سمعوا كلامك سوف أعاني أكثر. حسنا حسنا، سأسكت. من اليوم سأكون الأب وأنت الأم، لدينا طفل. سنوكايت، من اليوم سأظل في القصر لأعتني بيفانغ، لا تدخلوا أحدا عليها، هل هذا واضح؟ لا أحد يدخل. حاضر. أهلا وسهلا. لا لا، إلى أين تركضين؟ أيها الأخ الصغير، أنا جائعة، لم أكل منذ أيام، أرجوك أعطني هذا الطعام كحسنة، أتوسل إليك. رأيتك أكثر من مرة هنا، لا تدعيني أراك بعد اليوم، وإلا ضربتك، عندما أراك مرة ثانية سأضربك، ارحلي. كم أنا سيئة الحظ. إعلان ملكي، هيا. ماذا تفعلون هنا؟ ماذا؟ ماذا تقول هذه؟ إنه من الملكة والجميلة ييفانغ، تدعوان النساء اللواتي لديهن دراية بالطب أن يتقدمن للإشراف على ولادة النبيلتين. طبيبات؟ هناك نقود؟ إذا لم تتوفر النقود في القصر، أين تتوفر إذن؟ كنت أولد القطط والكلاب، والنساء نفس الشيء. كم أنا سعيدة الحظ. ماذا فعلت؟ أريد تقدم لوظيفة طبيبة. تعالي. البطاطا الحلوة مرطبة ولزجة، تغذي الكبد وتقويه. بذرة الأكاسيا تخفف الإسهال وتعالج الكآبة. البطاطا الحلوة مرطبة ولزجة، تغذي الكبد وتقويه. بذرة الأكاسيا. حضر الطبيب لي. تفضلنا بالجلوس. هل درستن دروسكن؟ نعم. أنت اقتربي.
قولي لي، ما هي الأشياء التي يجب أن تمتنع عنها المرأة الحامل؟ بالنسبة للحامل، عليها تجنب أي طعام بارد أو نيء، وأي تمرين مرهق، وأي رائحة قوية، كما أن عليها تجنب أي إصابة للجنين. ارجعي مكانك. حاضر. تفضلي إلى هنا. أنت كبيرة لتكوني طبيبة. وماذا في ذلك؟ لست متقدمة جدا في السن. أيها الطبيب، هناك خطأ في دوائك. ما الخطأ؟ يوجد فيه بعض الفلفل. إن لم تصدقني ألقي نظرة. كيف عرفتي؟ أنا منذ طفولتي وأنا منغمسة في كتب الطب، وأصبحت خبيرة في علوم الطب كثيرا. جلالتك، كم أنت مظلومة. عندما حملت أنت يا أختي، جلالته لم يفعل شيئا، وعندما حملت إيفانغ استدعى طبيبات المملكة ليطمئن عليها. ظلمك فعلا. إنه لشيء جيد ومفرح أن تحمل إيفانغ بطفل لملك داي. أختاه، لا تكوني سطحية. براءتك ستضرك. لا يهم أن تحمل بطفل أو يلاطفها الملك، المهم إن أنجبت ذكرا، حينها سوف ينازع ابنك على العرش. ولماذا؟ وما الذي سيمنعها عن فعل ذلك؟ مهما فكرت أن الأمور بين يديك، يعرف الجميع بأن الابن الأكبر سيكون وليا للعهد. إن أنجبت الطفل قبلك سوف تلومين نفسك، ولن تكوني المفضلة عند الملك. ستكونين تقدمت في السن. عندها أخبريني، ما هو موقفك؟ لا أحب أن أكون في موضع عداء مع الآخرين. أدري أنك رزينة ولا تهمك المسألة، لكن عليك التفكير بولدك جيدا. الطفل الذي يولد من عائلة ملكية سامية هو الشوكة في حلق الآخرين، وطفلك يجب أن يتمتع بالسلطة. متى ألد؟ ذلك يعتمد على نصيبي في الحياة. ما قلته لا يهم. لدي فكرة مبتكرة تسهل الولادة وتجعلها أبكر. كم أتمنى أن أدمر إيفانغ وأسحقها. كل ما يفرحها يحزنني. لكن أليس في ذلك خطأ؟ سنصل لطريقة آمنة، سنفكر بكل الطرق. المهم أن تقرري بسرعة. بكري الولادة وسوف تربحين. إيفانغ، تريدين أن تصبحي الملكة وأن يصبح ابنك وليا للعهد. هذا مطلب بعيد عنك. علي أن أتعلم بعض المهارات. إذا اكتشفوا أني لا أعرف شيئا سيلقون بي في مكب النفايات. ماذا تريدين مني؟ ولماذا تصرين على الحديث الخاص؟ أصغي إلي، أعرف جيدا أنك من أشهر الأطباء، لذا جئت لأسألك نصيحة. تفضلي. المرأة الحامل تنجب بعد 9 أشهر، وأعلم بأن هناك وسيلة لكي تنجب في وقت أبكر.
تعنينا تبكير الولادة؟ أريد ذلك لطفل العائلة الملكية لأن منصبه يختلف حسب موعد ولادته. الملكة تريد منك هذا المعروف، ما رأيك؟ هل ستقوم بذلك؟ ذلك خطير جدا، إذا لم يكن له ضرورة لا أنصح بفعله. اطمئن، ما دمت ستعمل بحذر فلن يحدث خطأ. أنا المسؤولة وكذلك جلالة الملكة، ولن تصاب بأذى أعدك. سيدتي، حياة إنسان أهم من المال، لا أستطيع. سأدفع أكثر. كلا، الأمر لا يتعلق بالنقود. ماذا؟ سيدتي، أنت لم تأتي إلى هنا وأنا لم أسمع شيئا، أرجوك عودي أدراجك. تبكير موعد الولادة؟ تبكير موعد الولادة؟ لقد نجحت. ذلك الطبيب كيف يرفض عرضا كهذا؟ إنه أبله، سوف أعاقبه. لا تغضبي، لن يتقدم للمساعدة. أظن أنه لا يمكننا التخطيط لشيء لا نستطيع القيام به. أختاه، لماذا لا تفكرين بمصلحتك؟ ما دمت لا تريدين شيئا لك، فكري إذن بولي العهد. مستحيل، لن أترك الأمر هكذا. دعيني أفكر، لابد من شخص نثق به. جلالتك، حضرت الطبيبة ومعها الدواء. ضعيه هناك. حاضر. تصرف أرعن، فكري بما تفعلينه، لا أصدق أنك فعلا طبيبة. إنه خطأي، أرجوك أبقي على حياتي، إنني لم أرد إحضار الدواء لكن الطبيب لي أصر أن أجلبه. أرجوك أبقي على حياتي، أرجوك. الطبيب لي ثانية، سوف يدمر نفسه. عندما كنت أعمل خارج القصر كنت أساعد الحوامل بالولادة المبكرة. مولاتي، أرجوك أبقي على حياتي، أرجوك أبقي على حياتي، أرجوك أرجوك. أنت تبكرين الولادة؟ أختي، هل سمعت ذلك؟ أمر لا يصدق، كنا نبحث عن من يقوم بذلك ولم نعرف أنها هنا. ما اسمك؟ أنا أدعى بيجون. حسنا بيجون، أنت ستظلين هنا وتمكثين معنا لتساعد الملكة بولادة الطفل قبل أوانه وتقومي على خدمتها بإخلاص. لا تترددي في مساعدتها، وأنا طبعا سأكافئك بعد مجيء الطفل. حاضر. جيد، انصرفي الآن. حاضر. مويو، سوف نحاول فعل ذلك، ولكن أختاه، الأمور تسير لصالح طفلك. أنت محظوظة، بيجون ظهرت في هذه اللحظة، فاستغلي هذا الأمر. أنت الآن ركزي على العناية بصحتك وبتغذية جنينك واتركي الباقي علي، واطمئني، الأمور في مصلحتك. شير. سيدي. شير، معنوياتك عالية حتى إنك لم تذهب للبلاط. الحاكم لوتاي نصب ملكا على لو، وبالنسبة لجلالة الإمبراطورة فهي تريد لأخي شانتو أن يتولى المنصب هذا. الكل يعمل في مكانه، أما أنا فلا عمل عندي، سأخذ إجازة وأخرج من القصر. الجنرال الأكبر مسؤول عن كل المحظيات وعن القوات المسلحة، ألا يهمك هذا المنصب أيضا؟ وما الفائدة؟ لا أستطيع المنافسة على هذا المنصب. ماذا لو تنازعت مع أخيك؟
فأنت ومنذ وقت طويل لم يتغير وضعك للأحسن. ابدأ بالتفكير بمصلحتك. من الأفضل أن تكون القوات المسلحة بين يديك لا بين أيدي الآخرين. عندما تكون القوات المسلحة معك أنت، سيحسب لك الناس ألف حساب، حتى الإمبراطور والإمبراطورة. وما أن يأتي الوقت الذي سيسحبون فيه المنصب، تكون أنت سيطرت على البلاد. ولكنه يتفوق علي بالقوات. وماذا يفعل هذا؟ ألديك فكرة؟ المهم هل تقدر أم لا؟ ماذا؟ أخبريني بها وسأنفذها. أولاً، افتح المخازن ووزع القمح. أوزع القمح؟ لماذا؟